بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم على هوا مصر. اللهم اجعلنا نقدم ما ينفع الناس ويمكث في الارض، كل التحيه والتقدير. طبعا ما جرى من امين الشرطه في الرحاب ليس خطا بل هو جريمه مكتمله الاركان ارتكبها امين الشرطه ضد يعني مواطنين. ما اعرفش السياق اللي حصل، لكن امين شرطه بيستخدم سلاحه الميري في مواجهه مع حد. طبعا دي قمه الاجرام بلا شك. الحقيقه انه وزاره الداخليه بعد ما يعني طلعت البيان الاولاني بيان معلوماتي كانها بتحكي لنا حدوته، طلعت الحقيقه بيان تاني وتصريحات على لسان وزير الداخليه كانت تصريحات موفقه فيما يتعلق بانه الداخليه لن تسامح ابدا في كل من يخالف القانون حتى لو كان من بين منتسبيها. المطلوب دلوقتي احنا مش عايزين موضوع اولاء الشرطه ده يمتد الى ما هو اكثر من ذلك، لان الحقيقه انه ما يقوم به بعض امناء الشرطه هو خنجر يطعنون به كل تضحيات رجال الشرطه الاخرى. فانا مش عارف هو انتوا ليه يعني بعضكم ليه مش خايف على نفسه ولا على بلده؟ يعني احنا كمواطنين بنتناصح بيننا ان احنا نصل الى مرحله من الصبر والاستقرار والفهم لظروف البلد علشان خاطر نعدي بيها. ازاي انتوا وشغالين في جهاز خطير، اقسم بالله هذا الجهاز الشرطي ان خلصت فيه النوايا وتم تجديد النوايا لله تعالى تفوزون في الدنيا وفي الاخره. في الدنيا وفي الاخره بس تجدد النيه. انك بتحمي بلدك وبتحمي اهل بلدك، كل ده مكنه حسنات شغاله. ليه انت مصغر رؤوس مؤسستك؟ ليه انت مصغر ضباط كبار بيبذلوا تضحيات؟ ليه انت كأمين شرطة مصغر عائلات الضحايا؟ يعني ام شهيد في الشرطة تصحى تلاقي الدنيا مقلوبة علشان خاطر واحد أمين شرطة قتل واحد خارج القانون وفي فعل إجرامي، وتسمع بقى كل الهجوم على الشرطة والكلام ده. طبعا الحقيقة ان وزارة الداخلية البيان الأخير التاني مش الاولاني، الاولاني الحقيقه لا يا جماعه احنا انتوا محتاجين جهاز صياغه بيانات بطريقه صحيحه، بس دي هتكلم فيها انا بعد كده مع سياده اللواء ابو بكر عبد الكريم بقى والوزير الداخليه ونتكلم في الموضوع. نعم؟ مين يا فندم؟ اهلا وسهلا. ده اللواء ابو بكر معايا على التليفون، معلش. سياده اللواء ابو بكر اهلا وسهلا. اهلا يا استاذ خالد، ازاي صح؟ والله مش عارف ان هم هيكلموك، انا بس لسه بقول هبقى اكلم اللواء ابو بكر. لا لا انا تحت امرك. انا طبعا بحيي البيان الثاني، لكن البيان الاولاني كان فيه روايه، يعني مجرد بيحكي اللي حصل، وانا بقول ان اللغه اللي استخدمتوها في البيان الثاني في انه وزير الداخليه بيقول ان احنا مش هنقبل اي اعتداء ولا هنقبل اي فعل اجرامي ولا اي حاجه، يمكن دي خلت الناس شويه تنظر للامر بعقلانيه. البيانات بتتكتب ازاي يا فندم؟ عندنا مشكله في البيانات. انا هقول لحضرتك حاجه، البيان الاولاني ده بيسرد الواقع وبيسرد اللي حصل، وبنقول اللي حصل كله بوضوح وحقيقة الواقعة. تمام واخد بقى، فكان لازم ان احنا نقول الكلام ده علشان الناس تعرف ان في شفافية اللي حصل في التعامل مع الموضوع. تمام. والسبب الخلاف ايه؟ والخلاف على يعني مع البياع، والخلاف على سعر كوب شاي. تمام. واللي حصل ايه؟ والاجراءات التي اتخذت عبارة عن ايه؟ وان هو تم ضبط الامين وتم ضبط السلاح وتم تحرير المحضر وتم وضع القيد الحديدي في ايده وتم هو انت عارف فندم الناس خارج عن القانون. وان هو ارتكب فعل اجرامي يستوجب التعامل معاه على ان هو مجرم. تمام. وده اللي تم التعامل معاه بالفعل، وده اللي احنا قلناه علشان نقول للناس كيفيه التعامل مع مثل هذه التصرفات. الكلمتين بقى اللي اتقالوا على لسان الوزير بعد كده هم كانوا لازم يعني طبعا انتوا ادرى بشغلكم، لكن انا كان لازم من وجهه نظري يتحطوا في البيان الاولاني. الكلمتين دول بينوا
انه في اراده حقيقيه داخل الوزاره فيما يتعلق بانه النوع ده من الجرائم مش ممكن اللي حصل، يعني مش ممكن. شوف حضرتك، هو طبعا اللي حصل ده حادث مؤسف وألمنا احنا شخصيا اكثر، لانه بيسحب من رصيدنا اللي احنا بنكونه عند الناس. صحيح. وبيسحب من جهود وتضحيات رجال الشرطه. نعم. يعني النهارده التصريحات اللي ادلى بيها السيد مجدي عبد الغفار وزير الداخليه دي على فكره كانت على هامش الاحتفال بتكريم 100 من اسر الشهداء و40 من المصابين بمنحهم الاوسمه والانواط اللي منحها ليهم السيد رئيس الجمهوريه. تمام. فلما يبقى في تكريم ل 100 اسره شهيد و40 مصاب من المجندين، وتحصل مصيبه زي دي، امين شرطه يقتل ناس، طبعا واحد مصيبه. بالظبط بالظبط، مصيبه بالظبط. ده يعني بهذا التصرف تم او بيتم او ممكن ان يتم اهدار التضحيات بتاعه ال 100 شهيد، وبيتم اهدار تضحيات ل 40 مصاب. وعلى فكره التكريم ده يعني هيستكمل خلال الايام اللي جايه، لان لسه الافراد هيتم تكريمهم، المصابين والضباط المصابين هيتم تكريمهم خلال الايام القادمه. طب سياده اللواء، سياده اللواء كان يمكن سياده الرئيس كان كلف وزاره الداخليه باعداد تشريعات، واحنا عرفنا ان التشريعات خلصت عشان مواجهه هذه التجاوزات والمفروض في البرلمان، يعني دلوقتي مصير هذه التشريعات ايه؟ يعني ايه اللي انتم محتاجينه قانونا؟ ايه التشريع اللي ناقصكم علشان خاطر إيه الناس دي تتدرب احسن، تبقى بتفهم اكتر، ما تستخدمش السلاح بهذه الطريقه الاجراميه؟ هو استاذ خالد جزئيه التدريب والتاهيل دي برضك يمكن حضرتك لو طلعت الصحف اليوم والمواقع الاخباريه امبارح هتلاقي ان في خبر من وزاره الداخليه عن توجيهات السيد مجدي عبد الغفار لمديريات الامن وقطاعات وادارات الوزاره لتنظيم برامج ودورات تدريبيه لتاهيل الافراد على دعم اطر التواصل الايجابي مع المواطنين. الكلام ده تم فعلا منذ يعني عده اسابيع، الدورات دي مستمره، مديريات الامن بعضها انهى هذه الدورات والبعض الاخر لسه، والدورات دي هتتم بشكل مستمر، والدورات دي شامله العديد من البرامج التدريبيه، برامج تدريبيه في مجال الحفاظ على حقوق المواطن وصون حرياته، ضوابط اداء رجل الشرطه. طب امال ايه التشريعات، ايه التشريعات اللي راحت البرلمان يا فندم؟ التشريعات هو يعني كانت الوزاره عدت تعديلات تشريعيه على قانون الشرطه، وانتهت منها وارسلتها الى مجلس الوزراء اللي وافق عليها، وتم ارسالها الى مجلس الدوله لمراجعتها، وارسلت الى البرلمان لعرضها على مجلس النواب. تمام. هيتم مناقشتها وعقد الموافقه عليها واعتمادها واقرارها. دي هيبقى ليها يعني هتبقى هتساهم في ضبط الاداء الامني في الشارع، الامر اللي هو بيمكن القيادات او بيمكن او من المحاسبه كل من يتجاوز في حق المواطنين بدون وجه حق، وبيضبط الاداء الامني في الشارع والتعامل بين رجل الشرطه والمواطن. طب احنا عايزين نروح نحضر دوره من دي يا سياده اللواء، ممكن نبعت الكاميرا ونشوف دوره من الدورات دي، اختار لنا اي مديريه امن يكون فيها الدورات دي بتحصل. وعايزين نواجه الافراد دول وجها لوجه، يعني نشوف ايه الكلام اللي بيتقال. لو حضرتك عايز تبعت الكاميرا اهلا وسهلا، حضرتك عايز نبعت لك الفيديوهات بتاعت هذه الدورات؟ لا انا عايز اصور بنفسي، عايزين نصور بنفسنا لو امن. قوي خلاص نرتبها لحضرتك، تتصرفونا وتصور هذه الدورات. طيب بشكرك سياده اللواء ابو بكر عبد الكريم، رجل مهذب ودبلوماسي. الحقيقه الموقف اللي اتاخد بعد الجريمه موقف مهم، احنا متفقين على انه في حاجات كتيرة في البلد عايزة تتصلح، وعلى رأسها في حاجات، في اخطاء كتيرة في كل المؤسسات مش بس في جهاز الشرطة، وانت شايف اصغر واحد ممكن يبوظ لك الدنيا، اصغر واحد. يعني احنا حتى هنا عندنا مثلا في الاستوديو زي ده ممكن مثلا فاكرين انتوا يوم التليفونات، ممكن حد ما ربطش سلك، نسي يسطب جهاز، تبص تلاقي اليوم باظ على الفاضي، وهكذا بقى. ناس مثلا في قطاع الطيران، ناس في الطرق،
ناس في صيانة العربيات، كل جهاز فيه هذه المشكلات. لكن طبعا جريمة تودي بأرواح على هذا النحو طبعا هي جريمة مستنكرة تماما. التدخل في تنفيذ القانون تدخل حاسم وجيد وجي في وقته، لكن احنا عايزين نقلل ده، لانه هؤلاء الذين يرتكبون جرائم داخل جهاز الشرطة يسحبون من رصيد هؤلاء الذين يبذلون تضحيات في سيناء، وبيبذلوا تضحيات هنا، وبيبذلوا تضحيات على الحدود، وبيبذلوا تضحيات في مواجهة تجار مخدرات او في مواجهة اي نوع من انواع الجرائم التي تضر بالامن العام. دول بيتعبونا. انتشر النهارده الحقيقه على السوشيال ميديا كاريكاتير، وقالوا لنا كده هذا الكاريكاتير اهو بيبين ازاي انه جرائم امناء الشرطه هي خنجر في ظهر تضحيات الشرطه. الحقيقه هو كاريكاتير معبر جدا. هؤلاء لا يطعنون فقط ابناء وطنهم من المدنيين ولا يقتلون الابرياء فحسب، ولكنهم بيشوهوا جهاز امني كامل على نحو الحقيقه ربنا ما يرضاش عنه، لان البلد مش مستحمله، ما تستحملش النوع ده من الحاجات. فربنا ان شاء الله يعديها على خير، ونلاقي وسيله نضبط بيها هذا الجهاز. هي القضيه كلها الحقيقه الماساه، يعني من الاخر. ودي مساله اللي هقوله ده يمكن بتطلع انه يصل الى مسامع رأس السلطة في مصر فيما يتعلق بأزمة الوعاء التعليمي. يعني إيه الكلام ده؟ يعني النهاردة مثلا الرئيس عبد الفتاح السيسي مقرر هجيب وزير، رئيس هيئة مترو، هيئة مرفق شرب، مصلحة صرف صحي ومجاري، مسؤولين في الجامعة في المؤسسات الزراعية. أنا لما بمد إيدي أجيب الناس الكوادر دي من جهاز الدولة، جهاز الدولة ده كله طالع من المؤسسة التعليمية اللي في الدولة. طب إذا كانت المؤسسة التعليمية ضعيفة ومهترئة وضيعة، وطلابنا دلوقتي لسه احنا كنا عاملين الحلقة بيشتكوا من الحفظ وبيشتكوا من أداء الحفظ، وعاء التعليمي بيطلع ولاد دبلومات فنية ما بيعرفوش يكتبوا أسمائهم إملا، بيطلع طلبة في ثانوية عامة يدخلوا الجامعات يقعدوا يسقطوا في كليات القمه، لان هو اساسا اسس على الحفظ، ما عرفش يفهم. اصلاح الوعاء التعليمي واصلاح المنظومه التعليميه مهما كلفتنا، انا بعتقد من وجهه نظري جنب الطرق وجنب الحاجات الكويسه جدا اللي بتتعمل، طرق وجباري وانفاق وحاجات عظيمه مصر محتاجاها فعلا على المستوى الاقتصادي، لكن في نفس الوقت في اعتقادي ان جزء كبير جدا من طاقتنا وافكارنا اللي بره الصندوق لازم تتوجه لاصلاح المؤسسه التعليميه من الاول. يعني اول 6 سنين بتوع الابتدائي دول لازم يتفوروا. انا سمعت وحضراتكم سمعتوا من السيد الرئيس نفسه في خطاباته كلام حوالين انا هجيب منين في التعليم. النهارده هيمد ايده هيجيب منين اذا كانت الدوره كلها كانت بايظه، وإذا كان الجهاز الدولة رؤساء وقيادات جهاز الدولة ما عملوا قانون الخدمة المدنية عشان يصلحوه ويصوبوه. جمهور الموظفين انقلب على هذا القانون لأنه شعر أنه هيتقيم بطريقة هو ما خدش عليها، هو مسكين التاني كمان، الموظف مسكين، هو ما خدش على كده. أنت لسه هتقول لي أفهم؟ لا يا عم، لا مش عايز أنا الكلام، لسه أنت هتخلي المدير يقيمني لا يا حبيبي، أنا زيه. فباظت الحكاية. لو اتظبط، مجرد وجهة نظر، لو اتظبط التعليم وتوجه له الرئيس دلوقتي في السنتين اللي جايين باستثمارات من نوع ما، يعني كله يتركز هنا، اولا المواطن هيحس اكتر بان في فاعلية وحركة، اتنين هيمشي جنبا الى جنب مع اللي بيعمله الرئيس في القطاعات الاقتصادية الاخرى من مشروعات البنية التحتية، صرف صحي وطرق وصحارات وقنوات والى اخره، قنوات مائيه يعني مش قنوات فضائيه. فالتوجه الى التعليم بعتقد انه لازم يحتل الاولويه الكبرى في هذا السياق. انا ما اعرفش طبعا نواب مجلس النواب هيقولوا ايه على موضوع بيان الحكومه وخاصه ما يتعلق بموضوع التعليم، لكن النهارده مثلا كان في خناقه كبيره جدا ما بين
خالد يوسف النائب خالد يوسف والنائب محمد ابو حامد حول بيان الحكومه. واحد فيهم بيشوف خالد يوسف شايف ان البيان يعني ما يسويش حاجه ولازم يترفض، ومحمد ابو حامد بيقول له يعني انت لا لازم نفكر في البدائل، ما ترفضش من غير ما تفكر في البدائل. ففي انا بنبسط جدا جدا من النوع ده من الخناقات داخل البرلمان، يعني انا نفسي النواب تكتر بينهم الخناقات اللي الراقيه. طبعا هو حصل جزء مش راقي بس دي هم اتصالحوا بعد كده، لكن لو النواب بداوا يتخانقوا في موضوعات لها علاقه بالبدائل، يعني انت انا بقول انا هرفض البيان عشان التعليم، فانت بتقول لا انا هوافق عليها عشان الجزء الزراعي. لا طب ازاي ناخد المميزات اللي في الجزء الزراعي وناخد مميزات من الجانب التعليمي ونخلي البيان احسن؟ ازاي احنا كلجان برلمانيه نيجي نقدم للحكومه ارشادات نقول لها لا احنا هنوافق بس تصلحي لنا الجانب التعليمي بواحد اتنين تلاته، احنا هنشرع لك كذا علشان خاطر تصرفوا فعلا الفلوس المقرره دستوريا على التعليم، ان تكون لدينا ولدى معارضينا وسياسيين العاديين ثقافه انتاج بديل. يعني ما تقوليش انا مش عاجبني ابدا المبنى ده، المبنى ده وحش، طيب حضرتك عندك مشروع هندسي اخر نبني مبنى جديد؟ لا ما عنديش، ما تتكلمش. والله مش عاجبني القانون الفلاني، اداء الحكومه في الملف الفلاني ضعيف، طيب حضرتك ممكن تقترح لنا ايه ممكن يكون الاداء الكويس علشان نقول للحكومه تمشي بالاداء الكويس، بدلا من ان يقتصر دورنا على النقد الذي نهاجم فيه المؤسسات الحكوميه ونهاجم فيه الدوله ونهاجم فيه وزراء باعينهم. بتكلم على المعارضين والنواب مش احنا في الاعلام بنهاجم اي حد يعني ما شاء الله قطورات احنا، لكن بتكلم في الثقافه السياسيه، ان تتحول الثقافه السياسيه من ثقافه نقد بلا اي افكار ولا فكر ولا بدائل الى ثقافه بدائل حقيقيه. يعني انت هتقول لي انا مش عايز مثلا قرض صندوق النقد الدولي، مش عايز، هي بالمش بالمزاج، فانت تقول والله انا قمت الصبح لقيت نفسي مش مبسوط قوي من حكايه صندوق النقد الدولي ده، يا ريت تغيروه. حاضر يا فندم، طب دول 3 مليار مثلا او 4 مليار ودول تعتبر شهاده اعتماد دوليه بانه الاقتصاد بتاعنا كويس، انه الصندوق بيسلفنا او بيدينا فلوس، دي حاجه كويسه. حضرتك ايه البديل؟ هنجيب منين ال 3 مليار دول وهنزاي هناخد ثقه المؤسسات الدوليه فينا؟ حضرتك لو ما قلتليش البديل يبقى تسكت خالص، يبقى ما تتكلمش، لان انت الحاجات مش بالهوى، اداره الامم ليست بالاهواء، اداره الامم ليست بالامزجه العامه، مش انا والله مزاجي وحش ماليش نفس خالص خالص نطلع اي قوانين استثمار اليومين دول، لا يا حبيبي مش بالمزاج، الموضوع بالقانون بالورق بالرؤيه بالبحث عن بديل وقوتك كمعارض. حتى بقول الكلام ده لكل المعارضين، مش بقول لبعض الفراخ البيضه دي اللي محقونه هرمونيا اللي راحوا يحرضوا رئيس فرنسا على مصر، لا سيبك من دول، دول مش معارضين، دول التاريخ هيحطهم في ازبل حته وان شاء الله يخشوا السجن يمكن الله اعلم، بس قد لو حد اتهمهم بالخيانه قد يخشوا السجن بتهم الخيانه. لكن انا بتكلم على المعارضين الحقيقيين، يعني نماذج زي اللي موجوده في البرلمان، خالد يوسف راجل مؤيد 30 يونيو لكن تأييده ل 30 يونيو ما بيخليهوش يقول نعم على الفاضي. محمد ابو حامد مؤيد ل 30 يونيو وجزء من ائتلاف دعم مصر لكن برضه راجل بيقول نعم وبيقول لا وفق ما يراه هو صحيح، ولذلك حتى انتوا شوفوا هنا الخناقه الصامته دي، احنا طبعا مصورين بالموبايلات، الخناقه الصامته دي في يعني هي طبعا صامته بالنسبه لنا بس كان زعيق جامد قوي، كلها حماس لناس شوف محمد ابو حامد رغم ان هو بيدافع عن الحكومه بص بيدافع بأني حماس، هتلاقي خالد يوسف في الناحيه الثانيه برضه واخرين بيدافعوا بحماس. المشكله هنا يا جماعه انه يكون كل واحد عنده البديل، هو ده اللي انا بتكلم عليه، يجب ان وارجوكم ارجوكم والله قولوا دون كل اللي بيسمعوني بقول لهم قولوا ده لنوابكم وقولوا ده لاي واحد بيقول لك لازم نقول لا على كذا، قولوا لما نقول لا على كذا بدائلنا هتبقى ازاي وايه. يجب ان تتحول مصر من ثقافه المعارضه الجوفاء الصماء التي تراعي الامزجه النفسيه والشخصيه او العاطفه الشخصيه، مش عاجبني الحكومه مش عاجبني شريف اسماعيل،
مش مبسوط من مجدي عبد الغفار ده، شكله مش مريحني. لا يا حبيبي، لازم ننتج بدائل. علموا نوابكم ثقافة البدائل. النهاردة الحقيقة أنا عندي حلقة بدائل، يعني هيكون عندي في هذه الحلقة واحد من أهم الكوادر الاستثمار السياحي في مصر والعالم العربي، الرجل أعمال كامل أبو علي هيكون ضيفي النهاردة في هذه الحلقة. الحقيقة أنه كامل أبو علي في مميزات متعددة تتعلق به، أنه رجل بدائي، يعني هو ما بيقعدش في قعدة إلا لازم يطرح بديل. ساعات دي بتيجي على دماغه بعد كده، يتخانق مع وزير، يعمل مشكلة في حتة، وساعات بتمشي والناس بيسمعوا كلامه وبيكسبوا بعد كده. كامل أبو علي عنده وجهات نظر في طريقة تسويق مصر سياحيا، في بناء الفنادق، في الطريقة اللي بتتعامل بيها وزارة السياحة، في موضوع أمن المطارات، عنده قضايا كتيرة جدا متعددة. ليه الكلام مع كامل أبو علي النهاردة مهم؟ الحقيقة في كذا حاجة دمها خفيف. الفرنسويين رئيسهم هنا، الألمان نائب المستشار بتاعهم كان هنا، نائب المستشارة أنجيلا ميركل، جون كيري هنا من بالليل وهيعمل وهيلتقي سامح شكري بكرة صبح. يعني في حراك سياسي كبير على الصعيد الدولي ما بيننا وما بين الغرب، وده طبعا بفضل الثبات النفسي اللي في هذه الإدارة. فرنسا، ألمانيا وأمريكا، حوار وزير الخارجية مع جون كيري. فأنت النهارده في ثلاث حاجات على الصعيد السياسي كلها إيجابية. تعال بقى من ناحية تانية، في اكتشافات بترولية جديدة أعلنت عنها الشركات المنقبة عن البترول والغاز. في 11 كشف جديد هيتعلن عنهم بالتفاصيل، إن شاء الله هتبقى في أمل كبير جدا. حركة التجارة بتتحرك رويدا، فقناة السويس ترتاح. الامن بيستقر اكتر، فمحتاجين السياحه. ايه اللي مطلوب بقى دلوقتي في السياحه؟ احنا بنقول ان شاء الله قدامنا سنه بالكتير ونرجع زي الاول واحسن. هنسمع من كامل ابو علي تصوراته في هذا المجال، وهنسمع كمان وجهه نظره الحكومه، هل هي قادره على تنفيذ كل هذه الافكار لاستعاده السياحه؟ النهارده وزاره السياحه بتقول انا عايز ارجع 11 مليون سائح تقريبا في 6 اشهر، مش عارف 10 ولا 11، في 6 اشهر. طب قدامنا 6 اشهر، دول لو رجعوا هيفرقوا جدا في الدولار بقى، وهيفرقوا جدا في حركه التجاره، وهيفرقوا جدا في حركه الطيران، وهيفرقوا جدا في حركه المطارات، هيفرقوا فرق كبير جدا. قادرين ام لا؟ بعد الفاصل كامل ابو علي. اهلا بحضراتكم مره ثانيه. قبل ما ابتدي بس مع كامل ابو علي، عايز اقول لقاسم محمد الشاذلي ارمنت الاقصر اللي كان بيتكلم عن محولات الكهرباء، احنا كلمنا الوزاره وهم كلموا عندك، وان شاء الله هيتركب محولات الكهرباء اللي هي اللي انت اشتكيت منها امبارح، والقضيتين التانيين بتوع وزاره الاسكان اتحلوا، بس هديكوا التاكيد بتاعها يعني اخر الحلقه يا بكره، في حلقه بكره ان شاء الله. فمبروك، يعني حاجات كويسه. في حاجات تانية احنا شغالين عليها، لان في رسائل ما فتحناهاش لسه، يعني في رسائل لسه الناس ما يعني ما معلش متاخرين، لان في رسائل كتيره جدا، وفي حاجات بعتناها للوزارات وان شاء الله مستنيين الرد. فمبروك، يعني ان شاء الله يعني كل الحاجات تخلص يا رب واحده بواحده. الرسائل الثانيه اللي في ناس طالبين طلبات معينه، مثلا زي عمليات او فلوس في حاجات معينه، مثلا شقق او كده، الحاجات دي احنا بنجمعها برضو، وبس مش هقدر اعلن عليها دلوقتي، ان لسه بنشوف لها طريقه نحلها، لانه مبالغ كبيره الحقيقه، يعني لما تتجمع مبالغ كبيرة. وإن شاء الله في برامج خير كتير إن شاء الله هنا في النهار تقوم بالدور المناسب بإذن الله. أنا نعم يا فندم. قاسم صاحب مشكلة الأسر، أهلا بك يا أستاذ قاسم. أهلا. ألو. السلام عليكم يا أستاذ. عليكم أحسن قناة والله العظيم. الله يعزك. المشكلة إحنا بقى بس هنسكت، إحنا مش هنفرح غير لما المحاولات تتركب إن شاء الله. فإحنا هنفضل معاك أول بأول. معاك اول باول، مبروك وان شاء الله معاك. الله يخليك والله العظيم يا استاذ خالد. الله يخليك يا قاسم، ربنا يخليك يا استاذ خالد. بعد اذنك. الو. اتفضل. وفي حاجه عايز اقولها لك يا استاذ خالد بعد اذنك. اتفضل. انا اقسم بالله العظيم تواصلت مع قنوات كتير ما عملت حاجه الا انت، شفت ربنا. الله يعني الله يعزك، ربنا ربنا يقدرنا ان شاء الله، ربنا يقدرنا. وانا كلمه الحاج اقولها. الله يعزك، الله يعزك، وهنفضل متابعين لحد ما المحاولات تركب، مش هنسيبها كده ان شاء الله. واتصلت عليه اليوم السابع وجاي بكره، اتصل بيا بيقول لي جاي بكره من الاقصر. شفت اليوم السابع مصحصحين برضه.
على طول. والله العظيم ده انا بقول لك سياده الحاج. الله يعزك الله يعزك والله يا استاذ خالد. ان شاء الله بالخير يا رب، ان شاء الله بالخير. إن شاء الله ربنا يقدرنا على خدمه الناس. شكرا جزيلا. برحب برجل متميز الحقيقه، ليس مستثمرا فحسب، ولكنه في الحقيقه من معرفتي به هو اقرب لرجل يفكر اقتصاديا بشكل اشمل في اقتصاد بلده وفي الاستثمار في بلده وفي مستقبل بلده. واحد زيه عنده استثمارات في كل حته، كان ممكن انتوا عارفين الناس اللي لمت حاجتها ومشيت والحاجات دي. لا، ده خلال الخمس سنين اللي فاتوا بنى في مصر اكتر الحقيقه، ما شاء الله عليه. برحب بيه كامل ابو علي، اهلا بيك. اهلا بيك كامل بيه، اهلا وسهلا. الله يخليك، شكرا. منورنا بوجودك، الله يخليك. النهارده سامعين ارقام مهمه جدا، عارفك شجاع وهتقول على طول. سامعين ارقام انه الحكومه ووزاره السياحه واضعه خطه ست اشهر ترجع مش عارف 10 ولا 11 مليون سائح، وانت من شهر بس كنت بتتخانق مع وزير السياحه في برلين علشان هذه الخطط. هل في حاجه اتغيرت ولا انت متفائل ولا شايف ان الخطط بعافيه؟ لا، هو طبعا الرقم خضين نفسه، الرقم نفسه خضيت. اه اتخضيت طبعا، مش منطقي، مش منطقي خالص. يعني ست شهور وعلشان ترجع نجيب 10 مليون سائح، ده هيبقى حاجه يعني انا عاوز اعرف يعني ازاي. يمكن احنا مش فاهمين، هم فاهمين اكتر. اوكي اشرحوا لنا يعني شكلها ازاي. بس يعني انا مش لكن رقم صعب، حاسس انه مش صعب، صعب جدا. صعب جدا. طب عشان نوصل لده ايه الخطوات اللي هنمشي عليها عشان نحقق ال 10 مليون، نحقق ال 5 مليون و 7 مليون؟ ايه الخطه المعموله؟ ايه التغيير اللي حصل؟ احنا من ساعه نقدر نقول من شهر نوفمبر اللي فات، من ساعه حادثه الطياره لحد الان ما شفناش خطوات تقول واقعيه. شفنا بيانات، شفنا حاجات، لكن حتى الحاجات اللي وعدوا بقى للمستثمرين لم تتحقق لحد الان. يعني سيبك من حتى مش بس موضوع السياح، لكن حتى الحاجات اللي وعدوا بقى للمستثمرين لم تتحقق لحد الان. ده من وزاره السياحه وعود ليكم؟ لا، الوزاره كانت من، لا مش وزاره السياحه، كان من نسبه للبنك المركزي والتامينات والكهرباء والميه. مشكلاتكم يحلوا الحاجات كلها يعني ما اتحققش منها حاجه. تمام. وهي اصلا غير واقعيه تتنفذ يعني. بينك يعني. ازاي؟ طب ايه اللي وعدوكم بيه؟ وان يعني مثلا موضوع التقسيط بالنسبه للتامينات. والتامينات اجت قالت لا ما ينفعش. ما ينفعش. موضوع الكهرباء. والكهرباء ما تنفعش. يعني في الميه نفس الكلام. يعني في حاجات انتوا بتدفعوا كل الحاجات دي؟ حاجات بتدفع عادي وماشي. طبعا في ناس كتير جدا متعثره وناس تعبانه كتير قوي، لكن هو ده الحال دلوقتي حاليا. اما بقى نرجع بقى لل 10 مليون، هنعاوز بس ايه يشرحوا لنا ازاي هم هيوصلوا لكده. هل هم هيشتغلوا لوحدهم ولا لازم احنا نكون معاهم في تنفيذ هذه الخطه؟ والله هذه الخطه كانت طموحه وخطه واقعيه. احنا اول ناس هنساعد يعني في تحقيق هذا العائد. طب ازاي تبقى الخطط؟ يعني انت النهارده من خناقتك في بلاش خناقه من هذا من هذا الجدل مع وزير السياحه السابق هشام زعزوع في برلين لحد دلوقتي، انت كان ايه المشكله؟ يعني كان ايه وجهه نظرك؟ ايه الاخطاء اللي احنا بنرتكبها كحكومه، حكومه بترتكبها في ملف السياحه؟ هو ملف السياحه انا شايفه من زمان ان احنا مش ناسينه خالص. يعني ما فيش اي يعني اي حاجه عملوها او حاجه واضحه لتنميه السياحه ومساعده القطاع عشان يتطور ويطلع لقدام. يعني هقول لك حاجه، احنا تصور من 2010 لحد دلوقتي ما عملناش دعايه خالص الدوله. طبعا خالص، وده كده الخلاف الاساسي ان من 2010. بس يمكن الفتره بتاع يعني احنا اول سنتين بعد الثوره كنا في حاله يرثى لها يعني، فيعملوا دعايه في ايه؟ لا بص، انا واثق من حاجه، يعني وزاره السياحه عندها الميزانيه موجوده والفلوس موجوده. انا بقول دايما ان في وقت صعب ان انا اهاجم. يعني في وقت اللي احنا محتاجين فيه لازم يكون في هجوم على هجوم. لازم يكون انتشاري ويكون عنده طموح وعنده ده، ما يكونش عنده وضع انهزامي. انا مش عاوز الوضع بتاعنا يكون وضع انهزامي. احنا وضعنا لحد الان زي ما نكون مكسورين. طب ليه؟ احنا نطلع نهاجم، نطلع نشوف، نطلع يعني الهجوم يعني ايه؟ يعني ان دعايتنا تكون منتشره اكتر من كده ويكون في تفكير مختلف شويه. نقتحم الاسواق. نقتحم الاسواق بقوه. احنا عاوزين نكون عندنا دلوقتي في فعلا في ناس
الرجاله مستعده انها تعمل مليون حاجه عشان نوصل للي احنا عاوزينه. وده ممكن. مش طيب، يبقى نمره واحد الحكومه ما كانتش بتعمل دعايه. ايه تاني اخطاء؟ اللي مش نقول وزاره السياحه. وزاره السياحه او تنشيط السياحه. تمام، تنشيط السياحه ماشي. ايه تاني؟ ايه تاني من الاخطاء اللي انت شايفها؟ هل مثلا لازم نوافق على موضوع انه المطارات تبقى؟ لا، المطارات دي موضوع. بص هقول لك حاجه، احنا عاوزين نتكلم من الاخر خالص. من الاخر خالص معناه ايه؟ انك انت دلوقتي احنا عندنا لجان رايحه وجايه. كل يوم بنسمع لجنه رايحه ولجنه جايه، وكل مقتنع في حاجه واحده، ان لابد ان يكون في الخبره الاجنبيه معانا في هذا الوضع في اداره ملف المطارات. لابد، مفيش حل تاني لو احنا عاوزين السياحه ترجع. طب الكلام الناس بتقول سياده وطنيه وازاي وانت كده هتجيب لي دعوة. هتجيب لي امن يقعد في المطارات بتاعتي ازاي؟ لا، هو الناس مش فاهمه في فرق كبير جدا بين التفتيش وبين الامن نفسه والسياده. السياده سياده وطنيه 100%، ما بنقولش هذا الكلام، احنا بنتكلم على التفتيش، ودي اللي عاوزين الحته اللي الناس تفهمها. التفتيش مختلف خالص، ده النهارده ليه بوليسي معينه، يعني قواعد معينه، وليه نظام معين. انا ما اقدرش النهارده، انت تشوف مش هعتمد النهارده على امين الشرطه. ما ينفعش. مهما تقول لي لك لا، مش لا نستطيع الاعتماد على امين الشرطه في تامين السياحه. مش ليه؟ لان لازم ده محتاجه تدريب معين ودراسه معينه، من بتاخد مده كبيره جدا. انت اكيد بتسافر وبتشوف المطارات الثانيه. يعني بتلاقي حتى اللي بيفتش جوه المطار لبسه مختلف عن اللي قاعد بره في الشارع. لازم نفرق. احنا عاوزين، لابد ان تكون معانا، وده كان فيه اقتراح عبقري جدا ومحترم جدا، وده اللي اتكلمت مع كذا جهه مسؤوله، وكانوا كلنا مقتنعين بهذا الكلام، ان يكون في شركه وطنيه بالشراكه مع شركه اجنبيه. وده مش عيب، يعني اعمل شركه مصريه متخصصه في امن المطارات تجيب خبره اجنبيه، وتكون بالشراكه مع شركه، مع ان هم ناس متخصصه. انا هقول لك حاجه، مثلا تاجر داخل مثلا المغرب هناك موجود فيه سويس بورت. في اليونان نفس الكلام، سويس بورت. سويس بورت موجوده. دي شركه، ده شركه متخصصه في التفتيش والحقائب والحاجات دي كلها اللي احنا عاوزينها. لو الامن الطياره ده في مطارات المغرب عادي، عادي جدا. كل مطارات العالم هتلاقي، انت عندك مثلا في دبي في برضه تانية، احنا ما عملنا صاله ثلاثه، يعني مش الشرطه العاديه هي اللي لا ده مختلف. ده الشرطه العاديه، بص في فرق كبير جدا بين السياده الوطنيه والامن وامن الدوله وكل المخابرات وكل شيء، ده حاجه مختلفه خالص. اما التفتيش نفسه، طب ما مصر طالما بتفتش، موظفين مصر بيفتشوا. انا عايز اقول لك يعني الموضوع مش موضوع احنا عاوزين، مش شرط داخليه بس، لا ملهاش دعوه بالداخليه خالص. في كل مطارات العالم دي شركات متخصصه. في كل مطارات العالم هتلاقي، يعني في المانيا فرابورج، في المانيا وفرابورج دي مشهور، يعني في كذا مطار في تركيا، في كل حته، في انطاليا في تركيا ده فرابورج مش تركيا. يعني في فرق، عاوزين نفرق بين الاثنين. فاحنا عاوزين نرجع السياحه، هو ده الحل الوحيد، ان احنا اول حاجه نجيب شركه، نجيب الشركه مع عشان نحل ده اللي هتبقى رساله تطمين، يعني للعالم تطمين، ما فيش شك. يبقى كده بص، لما يجي حد من بره يجي يفتش عليك او يجي يبص، مش هيتكلم خلاص. يعني هو ده اهم شيء. ثاني حاجه هقول لك حاجه، احنا دلوقتي احنا بقى لنا 6 شهور دلوقتي، خسرنا كام؟ 5 مليار 4 مليار 6 شهور من الطياره الروسي بالظبط. من ساعه اللي هو الـ 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 الازمه السياحيه اللي احنا فيها، خسرنا كام؟ 4 مليار 5 مليار. احنا لو كنا جبنا اجهزه ب 100 مليون من ساعتها كانت خلصت، والشركه دي موجوده، كنا وفرنا الحاجات دي كلها. بدل النهارده انت عندك عماله قاعده في البيوت، وعماله بطلت اصلا السياحه. دي مشكله كبيره جدا عاوزين نتكلم فيها، ان في عماله كبيره جدا هجرت القطاع السياحي. ما هو يعني ما فيش بيوتهم معرضه للخطر في كل وقت، لانه عاوز استقرار. عاوز استقرار، وفي عماله كبيره جدا سافرت دول الخليج اشتغلوا هناك، وعماله مدربه وعماله محترمه جدا. فاحنا بنخسر حاجات كتير جدا. يعني القرار الاول لاستعاده السياحه هي في ضروره وجود شركه خاصه لامن المطارات بالظبط، وتبقى دي النقطه الاولى للدعايه بره بقى، تعالوا احنا جبنا الشركه. الشركه تعرف حتى لو قلنا ايه؟ يعني مثلا هنقعد في شهر ابريل، لو احنا تعاقدنا الايام اللي جايه وقلنا ان الشركه هتبتدي في شهر اغسطس، انا بقول لك من شهر اغسطس اللي جاي السياحه ترجع تاني. بس على الشركه؟ على الشركه. طب نصحت وزاره السياحه بكده؟
هم عارفين يا جماعه. انت نصحت علم انا ولا ما نصحتش؟ لا هم عارفين هذا الكلام والكلام ده بيتقال من زمان. ما هم لسه مرتبكين في مساله هل دي سياده وطنيه ولا سياده وطنيه. لا ملهاش دعوه. انت النهارده اديت نماذج طيبه يعني. ملهاش دعوه اطلاقا بالسياده. في فرق كبير جدا بين الامن جوه المطار والجوازات والحاجات دي كلها. ده ما طيب بتاع وزاره الداخليه. طيب بعد الفاصل اللي جاي هسالك هل بس هي في قضيه الامن في المطارات ولا ايضا في مساله الامن في الفنادق والامن في الشوارع وصوره هذا الامن في الصحافه العالميه؟ بس بعد الفاصل. اهلا بكم مره ثانيه. وقبل الفاصل كان رجل اعمال والمستثمر السياحي الكبير كامل ابو علي مصمم على ان شركه امن دوليه للمطارات حتى لو فيها عماله مصريه وتحط فيها السيستم ممكن من تاني يوم تحللنا هذه المشكلة. طب احنا دلوقتي وضعينا ايه بالظبط؟ يعني انت دلوقتي عندك في الغردقة فنادق وعارف وضع السياحة في شرم، وضعينا ايه دلوقتي؟ شكل السياحة ايه في مصر دلوقتي؟ لا طبعا صعب جدا يعني، صعب جدا جدا. شرم طبعا تعرف يعني زيرو ولا ايه؟ ولا تعتبر يعني هنقول مثلا حتى اللي شغال يعني مثلا عندي فندق هناك شغال بس يعني ما فيش فيه اللي ما اقدرش اقول ان فيها سياحه يعني. طب والغردقه؟ الغردقه احسن شويه لكن برضه في فنادق. ليه الغردقه احسن؟ لان الغردقه مش عليها حظر نفسها يعني المسؤول الانجليزي نفسه يعتبر شغال شويه صغيرين بس الانجليز بيحبوا شرم يعني الانجليز مهما هتوديهم برضه في الامر عاوزين شرم، بيحبوا شرم جدا. تعود عليه. احنا عندنا شويه المان بيجوم وبعض الجنسيات التانية لكن طبعا الاعداد تعتبر قليله جدا يعني. بشوف طيارات جايه من اوكرانيا ومولدوفا والحته دي، هل دي برضو موجوده؟ برضو بس الاعداد برضو بسيطه. مش بحاجات كبيره. مش الاعداد بتاع زمان. مختلفه خالص. طيب جنب هذه الاجراءات من الامن انت ايه، هل انت محتاج نوع معين من الامن في الشوارع عشان السياحه دي ترجع ولا الوضع دلوقتي عادي؟ لا هو طبعا بص موضوع الكاميرات في الشوارع لابد ان ده يتعمم في كل المدن السياحيه. كاميرات لازم يعني لابد ان الكاميرات دي حتى يعني. ودي تكلفتها كبيره؟ لا مش كتير طبعا يعني الموضوع. انتوا تساعدوا فيها كرجال اعمال؟ تساعدوا فيها الدوله؟ بص الوقت ولا ايه؟ انا هقول لك حاجه، بالنسبه للظروف دلوقتي اللي موجوده دلوقتي هيبقى صعب خلاص، عندنا التزامات كتير جدا لكن اعتقد ده موجوده في يعني. بص يعني انا هقول لك حاجه، انت هتستثمر في مشروع تاني يوم هيجيب لك فلوس. يعني انت مهما صرفت من فلوس هتعوضها في خلال 3 4 شهور. الدوله نفسها بتعتبر المشروع مربح جدا. طب ليه نوقفه؟ لا بالعكس نصرف عليه. الحاجه الثانيه مثلا انت رايح المطار تلاقي الكمين موجود، بدل الكمين ده في جهاز ليزر بيكشف كل العربيات اللي في جوه لأي في اي حاجه. هل الاجهزه دي غاليه للدرجه دي؟ بدل ما نعمل الطوابير دي كلها والحاجات دي كلها يعني في اجراءات معينه في التكنولوجيا يعني في جهاز العربيه تعدي من عليه فيفهم هي فيها ايه على طول. يعني ده ما موجود في كل دول العالم خلاص، ومش محتاجين بقى الكمين ويقف وطابور. احنا عاوزين نحدث نفسنا، نحدث يعني يكون في فكر تاني مختلف شويه. مش عايزين بس حتى المنظر احسن والطمأنينة تكون اكتر برضو. طيب الروس بقى، هل احنا محتاجين خطه تسويق تانيه مع الروس ولا هو حل سياسي؟ هو البسط هو طبعا اكيد ما فيش شك ان في حل سياسي، بس انا مش عاوز اديلهم الحجه. ما الحجه عندهم ايه؟ يقول لك المطارات لسه برضو ايه فيها العنصر البشري ولسه فيه في التفتيش. خلاص احنا عاوزين ما نديش الحجه بقى. لما يخش هلاقي العلامه بتاعت فرابورج او سويسبورت او اي حاجه من الشركات دي موجوده والاستاف نفسه، لانك اقول لك حاجه الاستاف اللي شغال هو مصري مع الشركات الاجنبيه ديت. يعني زي ما بتجيب المدير لوكاندا هو المدير الاجنبي لكن بيكون مثلا معاه 2 أو 3 معاونين اجانب لكن الباقي كله مصريين، مش هتفرق معاك خالص يعني الموضوع. عشان ايه؟ ان الناس برضه تطمش. مش معنى كان اللي هيفتشنا اجانب، لا ده مصريين. يعني هقول لك حاجه، الحاجه برضه الملفته مثلا جدا، مثلا هتلاقي في مصر طيران واحنا بنشوف على بعض الخطوط بتلاقي الولاد بتوع مصر طيران واقفين في التفتيش قبل دخول الطياره. خلاص وانت راجع خاصه من بره. لا وانا مسافر. لكن ودول مستوى عالي جدا يعني. دول الدراما هم اللي بيفتشوا.
يعني هو قبل ما تخش الطياره على طول، يعني في اخر حاجه قبل دخول الطياره. دول شباب زي الفل وكويس جدا ومدرب كويس، يعني ممكن دول يبقوا هم اللي في الشركه بالظبط. تمام، يعني انت ما عندكش مشكله الحته دي خالص. طيب معانا ناس عايزه تكلمك. عادل من القاهره، اهلا بيك يا عادل. اهلا بيك يا استاذ خالد، أهلاً. وتحياتي لسيادتك وتحياتي لضيفك الكريم. اهلا وسهلا ابو علي. اهلا وسهلا. اتفضل. الله يكرمك. انا كنت عايز استاذنك في حاجه. اتفضل. الكل بيدور حوالين هذا القطاع، القطاع السياحه، وهو قطاع هام، وهو اللي انا بعتبر انه لابد ان سياده الرئيس يعتبره مشروع قومي كبير لمصر زي اهم المشروعات اللي بتحدث، واللي هو لو تحل هذا الموضوع هتتحل مشكله العمله الصعبه واسعار الدولار، هتتحل مشاكل كثيره في البطاله لان هي صناعه كثيفه العماله، هتتحل مشاكل ان العجله بتاعت الانتاج كلها في مصر تدور لانه بيجر وراها كل الصناعات ومصادر التنميه. تمام. وكل الصوره دي. تمام. طيب نعمل ايه بقى حضرتك للموضوع ده؟ عندنا قضيتين في منتهى الاهميه لهذا الموضوع. اتفضل. الصوره الذهنيه لمصر في الخارج. تمام. احنا عايزين نغير الصوره الذهنيه في مصر في الخارج، ومن غيرها مش جاي ولا سايح. لا صحيح. من جاي من المانيا ولا جاي من فرنسا ولا من جاي من غيره ولا من اي دوله. طيب نمره 2. الاسواق السته الرئيسيه. طيب نمره 2. نغير الصوره الذهنيه دي ازاي؟ عندنا طريقتين. لا قول لي بس نمره 2 ايه؟ انت قلت اول حاجه الصوره الذهنيه. الصوره الذهنيه. ثاني نمره 2. امن المطارات. امن المطارات. يعني تغيير الصوره الذهنيه وامن المطارات. طب هي فكره واضحه جدا يا استاذ عادل، بس عشان عندي مشاهدين تانيين هيتكلموا، لو عايز تعلق تعليق واحد على الصوره الذهنيه بس في ثانيه اتفضل. هي الصوره الذهنيه ان احنا نمره واحد نجيب شركه علاقات عامه دوليه كبيره. خلاص واحد. اوروبيه متخصصه. شركه علاقات عامه. ونطلع افراد لبره بشكل شعبي زي الوفدين اللي طلعوا محمد السويدي وغيره والمصريين الاحرار اللي راحت. عامل التأثير كبير عشان نغير الصورة الذهنية. تمام نمرة 2. وبعد كده عندنا أمال وطموحات كثيرة جدا إن احنا نقدر نحلها، ده مش الوقت الكافي لأن احنا عندنا مشاكلنا الكثيرة اللي نقدر نحلها ونرجع السياحة تاني. بشكرك. لكن الرسالة اللي أنا عايز أقولها لحضرتك إن يا سيد وزير السياحة لن تستطيع إنك تحل زي ما عرضت على مجلس الوزراء بكده إلا لما كنت تقعد الأول مع الغرف السياحية والمستثمرين السياحيين. لازم يقعد مع الغرف الأول. وقعد معاكم؟ أنا مش الغرفة. طب قاعد مع المستثمرين؟ انا لا. صباح الفل، شكرا يا عادل، شكرا جزيلا. وزير السياحه ما قعدش قبل ما يحط الخطه، هل ده كلام صح ولا غلط؟ يمكن قعد مع ناس ثانيه، يمكن انا لا. بس مش يعني. طب ما عرفتش من الفضاء العام للمستثمرين السياحيين قعد ولا ما قعدش؟ انا اعتقد ان في ناس سمعت ان قعد معاهم. طيب. لكن ما عندوش معلومات. طيب معايا الاستاذه ليلى، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا. ازيك يا استاذ خالد؟ اهلا يا فندم، اهلا وسهلا. يا استاذ يا محترم يا ابني يا وطني. الله يعزك يا فندم، ربنا يخليك وتشكر. ربنا يخليك يا رب. يا استاذ خالد شوفوا انتوا بتتكلموا على السياحه والمشاكل اللي فيها وبتشوفوا العيب وتصلحوه، وللاسف في ناس ثانيه بتشوه منظر مصر. ده الواحد حزين والله يا استاذ خالد. معلش معلش. على اللي راحوا يقابلوا اللي هو بتاع فرنسا الرئيس. ربنا ينتقم منهم. رب حسبي الله ونعم الوكيل. اللي عم دول يا استاذ خالد في الخراب عاملين ابطال للاسف. والله العظيم. والله. عاملين ابطال وهم للاسف ابطال من ورق. صحيح صحيح. والله العظيم ده الخزي والعار راكبهم راكبهم. ربنا يعزك والله ويكرمك. انا مش عارفه الناس دي يا استاذ خالد ازاي هتبص في وش الناس كده. انا متهيألي ما يطلعوش بره بيوتهم. والله صحيح. لكن احنا شوف انتوا بتتكلموا ازاي السياحه وكل واحد بيعمل وبيجتهد وفي دول بيخربوا ويشوهوا صورتنا للاسف. الناس اللي سافرت عشان تصلح منظرنا في البرلمان واللي هنا واللي هنا ودول للاسف يا استاذ خالد والله ده الراجل جاي لنا هنا وهم رايحين يشتموا مصر عنده، ومش بس كده يقولوا له ما تتعاملش مع مصر تجاريا. يا ست ليلى ادعي لنا وادعي للبلد، وان شاء الله يعني بالقلوب اللي زي حضرتك والله مصر ان شاء الله هتعدي باذن الله. وانا متفائل جدا جدا، ومعانا رجال اعمال هم قاعدين في البلد. الناس دي اتعرضت لضغوط يعني كتير جدا جدا اقتصاديا وكل حاجه وامنيا، وفضلوا شغالين في بلادهم، مش اللي هم بيطلعوا لنا بس من المجاري الفراخ البيضة المحقونه بالهرمونات دي المنفوخه على الفاضي. فبشكرك ست ليلى. معايا احمد، اتفضل يا احمد. مساء الخير. مساء الخير يا فندم، اهلا وسهلا. معلش انا عندي وجهه نظر مختلفه شويه. اتفضل يا فندم. دلوقتي السياحه عندنا مش صناعه، مش اندستري يعني.
الناس بتشتغل لوحدها، كل واحد بيشتغل لوحده. اه اي صناعه فعلا لو هي صناعه لازم الصناعه تدافع عن نفسها. تمام. يعني ايه مفيش تحالفات في السياحه؟ انا مش شايف في تحالفات، كل واحد بيشتغل لنفسه. انت حضرتك مركز في الحاجات ده كان بيه عشان هترد معانا على الحاجات دي. اتفضل يا فندم. تمام. دي انها ان هما ما بيتعاملوش بالمنطق الصناعي ولا توجد تحالفات كبرى. واحد بالظبط كده. تمام. حاجه ما دافعوش، هم معتمدين على المكاتب السياحيه بره، هم ما عملوش استثمار في الزباين بتاعتهم عشان ييجوا. تمام. هم ما استثمروش، هم عايزين، انا مش عايز اضغط على حد، لكن هم عايزين ياخدوا بروفيت ارباح بس. لا، لازم تستثمر شويه ان انت دي الخامات بتاعتك. انت بتكلم هنا رجال الاعمال في هذا القطاع، رجال الاعمال في القطاع السياحي. انا شايف كل واحد بيتحرك لوحده. اه كل واحد بيتحرك لوحده، المفروض يبقى في تحالف قوي. تحالف حلو قوي. نقطه ثانيه، الشركات الصغيره. طيب في نقطه رقم واحد. تمام. رقم اثنين، الاعلام لازم يبقى فيه شركات هي كمان تساعده في التسويق بره. صحيح. يعني لازم يحصل تحالف ما بين الصناعتين. لو عايزين نشتغل بيزنس بجد، البيزنس دايما بعيد عن الحكومه. ما بستناش منهم كل حاجه. ما استناش انا الحكومه تعمل والوزاره تتحرك، انا اللي لازم اطلع. بالظبط كده. تمام. بس هي في حاجه شويه حاجات يا استاذ احمد مرتبطه بالحكومه، زي مثلا الكاميرات اللي بيقول عليها كامل بيه، امن المطارات، دي حاجات لازم الحكومه تحلها. يا فندم السياحه ممكن تستثمر في كل الحاجات دي. ماشي، اوكي، عنده حق طبعا، انا ما اقدرش اقول حاجه. عنده حق طبعا، عنده حق، لكن تمام. مش كل حاجه، يعني مثلا ايه 20-30%، لكن 70% من الجهد هو دورهم. بشكرك يعني. بشكرك والله، شكرا جزيلا. نقطتين مهمين كامل بيه بيتكلم عن الصوره الذهنيه لمصر في الخارج، لازم شركه علاقات عامه، والاستاذ احمد برضو في الاخر رجع تاني لهذا المنطق بالاعلان. مساله الصناعه، هل الغرفه وانتوا كرجال اعمال بتتحركوا كصناعه بتحالفات كبيره تروحوا تغزوا بره، ولا برضو احنا مستنيين الحكومه هي اللي تتصرف؟ لا هقول لك حاجه، طبعا بالنسبه لشركه العلاقات العامه، بس شايف مشاهدينا ما شاء الله اسئله محترمه جدا، مستوى راقي يعني جدا. اول حاجه بالنسبه لشركه العلاقات العامه، الاستاذ عادل عنده حق 100%. قبل ما بقى متعاقد مع شركه دعايه، ده اللي حصل في مع الوزير هشام زعزوع وزير السياحه السابق، كان لازم اول حاجه اتعاقد مع شركه علاقات عامه محترمه جدا، هي اللي حط لي الاستراتيجيه، لان عامل على اساسها الدعايه. لكن ما جيش النهارده اتعاقد مع شركه محليه هنا اهوت، لا سياحه ممكن، لا فروع بره، وتروح تعمل الدعايه في كل اوروبا. ده ما ينفعش. السائح، قصدي المواطن الالماني، الدعايه لما جاء اخاطبه لازم اخاطبه باللغه بتاعته، بالعادات بتاعته، فلا بد ان يكون شركه العلاقات العامه دي فاهمة المجتمع، فاهمة التسويق نفسه، التسويق نفسه بيدي فهم كويس جدا. طبعا بعدها بتعاقد مع شركه الدعايه نفسها، وتكون في كل بلد بثقافتها وبلغتها، بثقافتها، بشركه الدعايه بتاعتها. تمام. احسن شركه عندها. طيب انتوا هنا بقى كصناعه هنا. الاستاذ احمد بيقول بيتكلم على التحالف الصناعي. يعني لو ايديكم في ايدين بعض ربما تقدروا انتوا تساعدوا. بيقول لك ممكن الحكومه 20% 30%، لكن دور هذا المجتمع الصناعي السياحي. هو طبعا هو عنده حق في حاجه، ان لحد الان المجتمع السياحي مش بقوه المجتمع الصناعي. لو نيجي نبص مثلا جمعيه المستثمرين في قطاع الصناعه منظمه اكتر بكتير جدا مننا من القطاع السياحي بكتير جدا. احنا ده نقد ذاتي مهم، ده احنا متفرقين مش متجمعين مع بعض. دي نقطه وعنده حق فيها 100%. اما بالنسبه لي ان احنا نعمل كل حاجه، ان احنا شغالين لوحدنا، احنا شغالين لوحدنا، لان احنا كل واحد بيطلع بيبذل مجهود بتوعه في التسويق علشان ان هو يغطي احتياجاته وجلب السياحه لمصر. ده ما فيش شك. لكن في حاجات تانية احنا ما نقدرش نتحكم فيها اطلاقا، زي موضوع زي ما سيادتك قلت المطارات. دي حاجه مش بتاعتنا. خلاص، عندك الكاميرات مش بتاعتنا، الامن مش بتاعنا. لكن احنا الدور الخطوط بتاعنا خطوط الطيران. طيب يعني النقاط اللي بتوصلها مطاران او احنا ديت مطاران طبعا ده موضوع تاني ممكن نتكلم فيه. لكن يكون لها دور فعال اكتر من كتير جدا في السياحه. لكن دورها لحد الان اعتبر شبه معدوم. دور مصر طيران شبه معدوم في السياحه طبعا، في السياحة. في الشكل لو احنا عاوزين سياحه فعلا.
يعني طب انت هتقول لي مطلوب ايه مصر طيران بس بعد الفصل اللي جاي. اوكي. اهلا بحضراتكم مره تانية. جايه لي مجموعه من الرسائل في نفس القضيه. سامح السقا بعت رساله باللغه الانجليزيه بيقول انه بعت نصايح كتيره جدا للسيد الرئيس على الايميل المعلن للاتحاديه، ليه علاقه بملف السياحه في روسيا والسياحه مع الصين، لكن بيقول انه ما خدش اي ردود حتى الان. ايضا في محمد عابد خطاب العضو المنتدب للشركه المصريه القطريه للسياحه بيقول مساء الخير، ده القطاع الوحيد الممزق والمهلهل او المهمل من الدوله ولن ينهض الا عن طريق القطاع الخاص وهي شركات السياحه المصريه، نريد تنسيق واجتماع مع الوزير بعد ما جرى في غرفه شركات السياحه. ما جرى ايه؟ حل الغرفه يعني ولا الغرفه حلت؟ في قرار طلع مع حل الغرفه. مساء الخير، انا مرشد سياحي بشتغل مع اكبر شركه روسي، ومنذ يونيو 2013 طريق شرم الشيخ القاهره البري مغلق للسياحه، مغلق ضد السياحه يعني، مما ادى الى تدمير السياحه في القاهره دون ابداء اسباب منطقيه من الجهات الامنيه، وقد ناشدت كل الجهات دون رد. شريف عثمان. طبعا في بعض الرسائل الثانيه، في حد ساكن في بنك عمارات بنك الاسكان والتعمير، دي هقولها بقى بكره ان شاء الله، هتبقى موجوده معايا بكره انها ملهاش علاقه بموضوع الحلقه بس هشوفها ان شاء الله بكره. في واحد بعت لك بيقول لك انا مش شغال وعندي خبره وعايز اشتغل، فهبقى اديك تليفونه بقى ونشوف تقدر تعمل ايه ان شاء الله. طيب دلوقتي واضح ان كل الناس بتتكلم عن مسألة الصناعة، أنت كلمت في والقطاع الخاص ودوره، أنت كلمت قبل الفاصل في دور مصر طيران، مصر طيران تعمل إيه عشان تساعدكم، تساعد القطاع السياحة في مصر؟ هو بص يعني خلينا مقتنعين بحاجة. مصر الطيران هو الروح بتاع السياحة. تمام. يعني السياح مش هيجي لنا بعربية. صحيح. يعني الأجنبي يعني. خلاص؟ ده بالطيران. من يملك الطيران يملك السياحة. ده قلب به. الاقتراح دلوقتي ان مصر طيران ما بتطيرش مثلا على شرم الشيخ وعلى الغردقة. هنقول لنا حاجة اقتصادية، انا بقول لك لا. لا. لو في تسويق شاطر وفي ناس بتسوق صح، وعندنا المكاتب مصر طيران في المانيا، في انجلترا، في فرنسا، في كل حتة موجودة. لو اتبذل فيها موجود صح، وناس على مستوى الفكر والتسويق والحماس والوطنية وكل شيء، أنا واثق كويس جدا إن الخطوط ديت ممكن تطلع من فرانكفورت على الغردقة، فرانكفورت شرم الشيخ. طبعا مش شرط تيجي القاهرة وتبدل، تطلع على طول على الديستنيشن بتاعها. إذا ما كانش مصر عندها حل تاني، إنها تعمل شركة شارتر كبيرة، يعني تبقى الأخت بتاعت مصر طيران تحت رعاية مصر طيران، لأنها برضو الطيران ده حاجة حساسة. ايه اكسبريس دي مش كده ولا؟ لا اكسبريس ده حاجة داخلية. ودي حاجة حلوة جدا اتعملت يعني بصراحة، يعني مادية خدمة كبيرة جدا. طيارات 70 كرسي بتطير أكتر من 5-6 مرات على الغردقة وشرم وعلى الأقصر، وده يعني بصراحة ده قرار كان موفق جدا من انت عايزها بقى كمان حاجة زي كده بس على الصعيد الدولي، على حاجة باسم تاني مختلف. كان عندهم فكره قبل كده في شركه اسمها شروق، كان جاري مصري وكويتي وبعد كده قفلت. لا احنا عاوزين شركه طيران زي الاتراك، ما هم عاملين الاتراك عاملين كده، هو تركيا كويتها في الطيران نفسها. عدد الطيارات لا مهول، رهيب جدا مهول. انا منزل ابلكيشن كده بيرصد حركه الطيران. تبص يا فندم فوق كل شرق الميديترينيان، كل شرق البحر المتوسط، ده طيران تركي هو اللي بعت لي كل حاجه. بس في جراءه في القرارات. يعني تركيا مثلا لما جت عملت الدعايه، اول حاجه عملوا شركه وضبها جدا من جوه. لكن من جامعه عملت دعايه، جابوا مانشستر يونايتد، جابوا ميسي، وجابوا دروجبا، جابوا نجوم العالم. بتمشي على قدنا بقى يعني، احنا دايما عندنا الحته دي اللي هي ايه، عاوزين بس برضه نقص الفلوس ما عندنا. لا ما ولا لازم مش محتاجه فلوس الدعايه دي. بص اقول لك حاجه، احنا بنتكلم على صوره مصر صح، تحسين صوره مصر. احنا محتاجين دلوقتي نصرف كتير جدا عشان الصوره دي تتغير. احنا مش عاوز اقول لك يعني ايه، ان يكون لازم ما يكونش التواضع قوي ده
مش عاوزينه، لا لازم يكون عندنا الروح. لا دي مصر يا جماعه، ولازم مصر ونطلع وامن ايه، ما انتوا بلادكم خربانه انتوا كمان، يعني مش عاوزين الموضوع ده احس احنا ما عندناش فلوس مش عارف ايه، لا يعني الفلوس هتتدبر وممكن تيجي وفي بس هي الحماس والطريقه والفعلا الروح نفسها هي اللي هتعمل الحاجات دي كلها، فهي محتاجة حاجات برضو نكون قرارات ثورية. طب أخيرا مستوى تفاؤلك بهذه القرارات الثورية إيه؟ يعني الأي مدى مثلا شخص هذا الوزير الحالي، إرادة السلطة في إرادة إدارة البلاد في إن هي ترجع السياحة بالشكل ده، لما هم قالوا 6 أشهر يعني برضو إحنا هنعمل لهم عداد، يعني من بكرة الصبح هتلاقي على اليوم السابع 6 أشهر ونبتدي نعد عد تنازلي وهنقول لهم ما جبتوش الحياة، أصل هم الكلام مش ببلاش في مصر، لازم الكلام ليه تمن، فهو قال لنا 6 أشهر يبقى 6 أشهر هنشوف. احنا عاوزين نبعد عن الكلام السياسي، مستوى تفاؤلك لا احنا عاوزين نبعد عن الكلام السياسه والكلام اللي اكل عيش، احنا عاوزين نبعد عن الحاجتين، عاوزين نكون واقعيين فعلا. طيب انا اول واحد يعني هتحط ايدك في ايديك، يا سلام، ده من دلوقتي يعني من دلوقتي هبدا دلوقتي اقول لك السنه الجايه هعمل مشروعين على طول ما دام في 10 مليون سائح يعني نجري او المهمل من الدولة، ولن ينهض الا عن طريق القطاع الخاص وهي شركات السياحة المصرية، نريد تنسيق واجتماع مع الوزير بعد ما جرى في غرفة شركات السياحة. ما جرى ايه، حل الغرفة يعني ولا الغرفة حل في قرار طلع مع حل الغرفة. مساء الخير، انا مرشد سياحي بشتغل مع اكبر شركة روسي، ومنذ يونيو 2013 طريق شرم الشيخ القاهرة البري مغلق للسياحة، مغلق ضد السياحة يعني، مما أدى إلى تدمير السياحة في القاهرة دون إبداء أسباب منطقية من الجهات الأمنية، وقد ناشدت كل الجهات دون رد. شريف عثمان. طبعا في بعض الرسائل التانية، في حد ساكن في بنك عمارات بنك الإسكان والتعمير، دي هقولها بقى بكره ان شاء الله، هتبقى موجوده معايا بكره لانها ملهاش علاقه بموضوع الحلقه بس هشوفها ان شاء الله بكره. في واحد بعت لك بيقول لك انا مش شغال وعندي خبره وعايز اشتغل، فهبقى اديك تليفونه بقى ونشوف تقدر تعمل ايه ان شاء الله. طيب دلوقتي واضح ان كل الناس بتتكلم عن مساله الصناعه، انت كلمت فيه والقطاع الخاص ودوره، انت كلمت قبل الفاصل في دور مصر الطيران، مصر الطيران تعمل ايه عشان تساعدكم تساعد القطاع السياحه في مصر؟ هو بص يعني خلينا مقتنعين بحاجه، مصر الطيران هو الروح بتاع السياحه. تمام، يعني السياح مش هيجي لنا بعربيه، صحيح، يعني الاجنبي يعني خلاص، ده بالطيران، من يملك الطيران يملك السياحه. ده قالب ده. الاقتراح دلوقتي ان مصر الطيران ما بتطيرش مثلا على شرم الشيخ ولا على غردقه، هنقول لنا حاجه اقتصاديه، انا بقول لك لا لو في تسويق شاطر وفي ناس بتسوق صح، وعندنا المكاتب مصر الطيران في المانيا في انجلترا في فرنسا في كل حته موجوده، لو اتبذل فيها موجود صح وناس على مستوى الفكر والتسويق والحماس والوطنيه وكل شيء، انا واثق كويس جدا ان الخطوط ديت ممكن تطلع من فرانكفورت على الغردقه، فرانكفورت شرم الشيخ، طبعا مش شرط تيجي القاهره وتبدل، تطلع على طول على الديستنيشن بتاعها. اذا ما كانش مصر عندها حل تاني، انها تعمل شركه شارتر كبيره، يعني تبقى الاخت بتاعت مصر الطيران تحت رعايه مصر الطيران، لانها برضو الطيران ده حاجه اساسيه. ايه اكسبريس دي مش كده ولا لا؟ اكسبريس دي حاجه داخليه ودي حاجه حلوه جدا اتعملت، يعني بصراحه يعني ماديه خدمه كبيره جدا، 70 كرسي بتطير اكتر 5-6 مرات على الغردقه وشرم وعلى الاقصر، وده يعني بصراحه ده قرار كان موفق جدا من انت عايزها بقى كمان حاجه زي كده بس على الصعيد الدولي، على حاجه باسم تاني مختلف. كان عندهم فكره قبل كده في شركه اسمها شروق، كان جاري مصري وكويتي وبعد كده قفلت. لا احنا عاوزين شركه طيران زي الاتراك، ما هم عاملين الاتراك عاملين كده، هو تركيا كويتها في الطيران نفسها. عدد الطيارات لا مهول، رهيب جدا، مهول. انا منزل ابلكيشن كده بيرصد حركه الطيران، تبص يا فندم فوق كل شرق الميديترينيان، كل شرق البحر المتوسط، ده طيران تركي هو اللي بعت لي كل حاجه. بس في جراءه في
قرارات. يعني تركيا مثلا لما جت عملت الدعايه اول حاجه عملوا شركه وضبها جدا من جوه، لكن من جامعه عملت دعايه جابوا مانشستر يونايتد، جابوا ميسي وجابوا دروجبا، جابوا نجوم العالم. بتمشي على قدنا بقى يعني، احنا دايما عندنا الحته دي اللي هي ايه عاوزين، بس برضه نقص الفلوس ما عندنا. لا ما ولا لازم مش محتاجه فلوس الدعايه دي. ما اصل بقول لك حاجه، احنا بنتكلم على صوره مصر صح، تستاهل تحسين صوره مصر. احنا محتاجين دلوقتي نصرف كتير جدا عشان الصوره دي تتغير. احنا مش عاوزين، مش عاوز اقول لك يعني ايه، نكون لازم ما نكونش التواضع قوي ده مش عاوزينه، لا لازم يكون عندنا الروح. لا دي مصر يا جماعه، ولازم مصر ونطلع وامن ايه، ما انتوا بلادكم خربانه انتوا كمان يعني. مش عاوزين الموضوع ده، احس احنا ما عندناش فلوس مش عارف ايه، لا يعني الفلوس هتتدبر وممكن تيجي وفي بس هي الحماس والطريقه واللي فعلا الروح نفسها هي اللي هتعمل الحاجات دي كلها. فهي محتاجة حاجات برضو نكون قرارات ثورية. طب أخيرا مستوى تفاؤلك بهذه القرارات الثورية إيه؟ يعني لأي مدى مثلا شخص هذا الوزير الحالي، إرادة السلطة في إرادة إدارة البلاد في إن هي ترجع السياحة بالشكل ده، لما هم قالوا 6 أشهر يعني برضو إحنا هنعمل لهم عداد يعني من بكرة الصبح هتلاقي على اليوم السابع 6 أشهر ونبتدي نعد عد تنازلي وهنقول لهم ما جبتوش الحياة، أصل هما الكلام مش ببلاش في مصر، لازم الكلام ليه تمن، فهو قال لنا 6 أشهر يبقى 6 أشهر هنشوف. احنا عاوزين نبعد عن الكلام السياسي، مستوى تفاؤلك. لا احنا عاوزين نبعد عن الكلام السياسه والكلام اللي اكل عيش. احنا عاوزين نبعد عن الحاجتين، عاوزين نكون واقعيين فعلا. طيب انا اول واحد يعني هتحط ايدك في ايديك، يا سلام، ده من دلوقتي يعني، من دلوقتي هبدا دلوقتي اقول لك السنه الجايه هعمل مشروعين على طول ما دام في 10 مليون سايح يعني. نجري، لا احنا عاوزين برضو العمليه تكون واقعيه. انا بالنسبه لي زي ما فاتوا 6 أشهر اللي فاتوا دول، اعتقد ان هم هيستمروا كمان 6 أشهر تاني في الجفاف ده، في الجفاف ده، لان زي ما قلت لك ليه بس كده احبطتني، ما انا محبط. انا اقول لك ده الواقع يعني، هو 6 أشهر تاني ما دول سياحه او ممكن اطول من كده اذا ما كانتش فعلا الخطوات اتاخد جديه جدا جدا. ما مش جاي طب احنا مش عارفين مفاجات وزير السياحه، يمكن وزير السياحه يتعاقد مع شركه قبل مطارات، ولا احنا هنكلمه ان شاء الله نشوف هنجيبه هنا البرنامج. بس حضرتك يعني هو حاليا في كل احاديثه لما يتكلم على هذا الكلام على الشركه، لا ما اتكلمش على هذا الشيء، وده اللي مخوفني فعلا. طب يعني هل هو معقوله، وده راجل برضه خبير سياحي ما هوش شويه، اكيد وخد بالك هم مختارين المره دي وزير السياحه والاثار والطيران كلهم من القطاع السياحي. فدي مديه شويه تفاؤل، فقد يكون في خطه ما هو يعني قالوا 10 مليون خلال 6 أشهر لو جابوا 5 يا سيدي. بس في حاجه، مفيش حاجه بتستخبى انت عارف. طبعا يعني اكيد يعني اذا كانت هيبان، اذا كانت في حاجه يعني عشان نقول هذا الكلام. طب ليه اديتني الحته التشاؤميه اللي في الاخر دي؟ لان الواقع بقول كده، احنا دلوقتي داخلين على اصل الموسم السياحه ده بينتهي في 30 ابريل. احنا عندنا 2 موسم في السنه، بيبتدي 1 نوفمبر وينتهي في 30 ابريل. خلاص يعني خلص ده يعني، وبعدين الشركات بتتعاقد قبلها ب6 شهور يعني. النهارده هم مفكرين مثلا ايه، وده عاوزين برضو يعني الناس يعني يكون عندها حماس نوها ومعرفه. انا النهارده اي شركه اجنبيه علشان يعني من ابريل بيحط الخطه الطيران بتاعته اللي هيطير فيها من 1 نوفمبر على اي حته في الدنيا. ده موسم 1 نوفمبر ده بدايه الموسم، ده يا جماعه ده شغل كتير جدا، وده فلوس كتير جدا بيصرفوها، وكتالوجات وبروشورات يعني حاجات كتير جدا بتتعمل. مش موضوع ان انا ايه في شهر اغسطس كده طب انا خلصت واشتغلوا معايا من بكره، لا هتاخد لها وقت. بس احنا على حسب ما احنا عارفين ان احنا بنعرف نخرج من الازمات، اتعلمنا برضو من سنة 90 لحد دلوقتي يعني. عدينا بكذا ازمة لكن عدينا منها يعني. حادث الاقصر 97 احنا الحادثة حصلت 17 نوفمبر تقريبا، احنا بالظبط في ابريل كنا مؤفرين كفي سياح، لكن لحد الان الاقصر متاثره من 97 لحد دلوقتي متاثره. ليه ما تعملهاش خطه عشان اعاده الخروج من الازمه دي والصوره بتاعتها والحاجات دي كلها؟ صح. احنا لازم النهارده نشتغل في بجد، نشتغل بجديه جدا على هذه الموضوعات، مش بس ان انا هقعد كده واحاول بكره هيجي لي 10 مليون سنة. لا
انت هتعمل ايه عشان توصل لده؟ ايه الخطوات اللي انت عملتها عشان توصل لده؟ ايه المجهود اللي انت عملته؟ ايه سفرياتك اللي انت عملتها؟ فهمتني ازاي؟ احنا هقول لك حاجه بامانه، علشان تجيب 10 مليون سايح لازم كلنا نشمر وكلنا شغالين على خط واحد وعلى منهج واحد. مش هنقعد والناس هتجيلنا، لا احنا لازم نحرح لهم واحنا لازم نقعد. مفيش حاجه اسمها يعني ايه ان احنا بنكلم بعض هنا ونقول لهم الامان رجع فالناس هتركب وتيجي. لا 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 لا, لا 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 انسى. مفيش حاجه تيجي كده بالصدفه. يعني ان لازم نقوم بدري الصبح ونروح نشتغل ونشتغل بجد، واجتماعاتنا تكون قليله لكن افعالنا تكون كتيره جدا، والكلام اللي بنقوله يتنفذ فعلا بحذافيره. وعاوز الجديه في هذا الكلام، اذا كنا فعلا عاوزين نقضي على السوق السوداء، اذا كنا عاوزين فعلا دولارات الدولار طبعا، اذا كنا عاوزين نشغل عماله، عاوزين يكون عندنا النهارده 6 مليون عامل يشتغلوا في السياحه، يحلوا مشاكل البطاله في البلد، لازم يكون عندنا خطه. الاخ اللي قال الدوله مش مهتمه بالسياحه، انا بقول لك الدوله مش مهتمه بالسياحه فعلا. احنا عاوزين نرجع. الحل الوحيد بتاعها هو عوده المجلس الاعلى للسياحه ويكون برئاسته سياده الرئيس. هو بقى يبقى متابع لحظه بلحظه مجلس اعلى السياحه مع الغرف، مع المستثمرين، لازم يكونوا في هذا ده الواجب. ويبقى خطه قوميه يعني زي ما احمد قال، خطه قوميه كبيره جدا زي ما عملنا قناه السويس. احنا عاوزين نوصل، وانا مش عاوز اتكلم على 10 مليون سايح، ده حاجه انهزاميه. لا انا عاوز اقول عاوز اوصل 25 مليون سايح مثلا في سنه 2022. عندنا خطه. تركيا من سنة حاجة و90 كان فيها كام سائح؟ ما جيش 4-5 مليون. النهاردة 35 مليون سائح. هقول لك حاجة يا أستاذ خالد، لو رئيس السيسي النهاردة بيخش له في السنة 25 مليار من السياحة، هيعمل إيه؟ هيحكم العالم. برضو احنا ممكن نجيب ده من السياحة. تركيا النهاردة بيخش لها 35 مليون يورو، 35 مليون يورو أو دولار يعني بس ما عادش فرق كبير جدا من السياحه. عشان كده النهارده طبعا ووضع اقتصادي احنا عاوزين نتكلم. عاوزين فكره هايله كامل بيه، مجلس اعلى للسياحه برئاسه رئيس الجمهوريه، يضم قطاعات من المستثمرين، لجان عمل تحت اشراف السيد الرئيس، يمكن ان خطه قوميه. والله العظيم وربنا احنا بص لك حاجه، احنا مش هنعرف نهاجر، مش عارف نقوم مكان تاني. احنا عاوزين بلدنا دي تبقى احسن بلد في الدنيا. صحيح. والسياحه ده عنصر اساسي جدا، اول حاجه بتثقف الناس، بتعلم الناس لغات، بتعلم حاجات كتير جدا، الافاق نفسها بتتنور، كل شيء. احنا نفسنا بنتعلم حاجات كتير. خلاص احنا عاوزين بلدنا دي تبقى احسن بلد في الدنيا. تاني حاجه بقى المهمه جدا برضو عشان نكمل كل ده، عاوزين ننظف بلدنا. عاوزين شوارع، وعاوزين نرصفها، وعاوزين حاجات كتير جدا. خلاص وده هقول لك حاجه اهو، القطاع الخاص يساعد فيه. لكن بقول لك حاجه ناس، احنا النهارده لما بنشتغل هندفع كل شهر ضريبه ما بعد ل 10%. اي اقتصاد دوله في العالم بيقوم 90% على ضريبه المبيعات نفسها، اللي الضرايب نفسها دي بندفعها كل شهر. احنا كل ما هنزود الايرادات كل ما هندفع ضرايب مبيعات اكتر، كل ما مصر يعني تستفيد. يعني عاوز اقول حاجه برضه عشان الناس تستفيد من كل النواحي، عاوز اقول حاجه الناس تفهمها كويس قوي. انا الدوله شريكه معايا، الدوله بتاخد مني كل شهر 10% من الايراد، ده بيمثل حوالي لا يقل عن 40% من الارباح مدى الحياه. خلاص فلازم نشتغل عشان الدوله. وعاوزين نعمل خطه واضحه جدا للسياحه لسنه 2030، ده حاجه تكون واقعيه جدا. بيوت خبرة محلية وعالمية بالتنسيق، عندنا شواطئ كتير جدا. احنا سبب ان اخطائنا اللي فات، اذا كنا عملنا اخطاء في الغردقة وشرم الشيخ وده نتلافاها في المناطق اللي جاية. بس عاوز تخطيط، مفيش حد ياخد 5 مليون متر، مفيش ياخد مليون متر، لا اللي ياخد 100,000 متر يبنيهم ولما يخلص ياخد التانيين. صحيح. عاوزين يكون في اجراءات لهذه الكلام. لكن النهارده اللي حصل ايه؟ احنا عاوزين نتعلم من اخطاء اللي فاتت ونبدا نحصل اللي جاي. صحيح. لكن مش عاوز اعاقب اللي فات، انا عاوز احسن للي قدام. نبص احنا غلطنا فيه، غلطنا في حاجات كتير، نصلحها لقدام عشان الاجيال اللي جايه تكون عارفه بتعمل ايه. وبدل ما يكون عندنا 100 رجل اعمال او 1000 رجل اعمال، يكون عندنا 10,000 رجل اعمال. ده الهدف، ويا رب يكون كلهم شباب، وده الاساس النهارده. نعم. بشكرك جدا كامل بيه، شكرا جزيلا. ارجو ان يكون هذا الصوت اللي بيتكلم من قلبه، رجل
شهادته قوية جدا، لأنه ليس من هؤلاء الذين هاربوا إلى الخارج أو نقلوا أموالهم أو عملوا الحركات دي. ده راجل واجه التحديات الحقيقة بالبناء وبالعمل وبمزيد من العمل في بلاده، مش خايف من حاجة، بيقول الكلام بوضوح. نريد مجلس أعلى للسياحة، نتطلع أن هذا المجلس يكون تحت إشراف الرئيس، خطة 2030، نستهدف 25 مليون سائح، ندخل معنا مصر للطيران، شركة علاقات عامة ودعاية لبلادنا، صورة ذهنية تتغير عن كل مدينة وننظف بلادنا. دور كلنا لازم نقوم بيه، يعني دور مصر تقوم بيه، مش واحد أو اثنين أو ثلاثة ولا حتى وزير السياحة الواحد، دي بلادنا ولازم نفكر إزاي نقدر نمد إيدينا في إيدين بعض عشان نحافظ عليها ونطورها. بشكركم، بشكر كامل أبو علي، شكرا جزيلا. بشكركم شكرا جزيلا. اللهم اجعلنا نقدم ما ينفع الناس ويمكثوا في الأرض. شوفكم بكرة إن شاء الله، تصبحوا على خير. We'll be right back.